السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، تحياتي لكم زملائي الأعزاء، وأهلا بكم إن شاء الله في محاضرة جديدة من محاضرات ملتقى الباحثين في علم الأكاروس. يشرفنا النهاردة، أنا أحاول في زملاء أدخلهم كمان إن شاء الله بالحضور. المحاضرة اليوم الدكتور أحمد سند، أستاذ الأكاروس بمعهد بحوث وقاية النباتات، وإن شاء الله هيقدم لنا محاضرة عن الأهمية التطبيقية والاقتصادية لعائلة فيتوسيد. احنا طبعا الدكتور أحمد، ممكن تبدأ حضرتك يا دكتور إن شاء الله، تبدأ حضرتك تشير المحاضرة وتتوكل على الله إن شاء الله تعالى. بسم الله الرحمن الرحيم. أحمد سعيد سند، معهد بحوث وقاية النباتات. هنتكلم النهاردة عن الأهمية التطبيقية والاقتصادية للحلم من عيلة فيتوسيدي. قبل ما نخش في الأهمية الاقتصادية، حابب أتكلم عن العيلة نفسها. هو الجزء التقسيمي بتاعها اتغطى في المحاضرة اللي فاتت باستفاضة من أخونا وزميلنا الدكتور زياد. لكن كعرف يعني أي حاجة بنتكلم عليها لازم نعرف موقعها إيه تقسيميا. فعيلة فيتوسيدي بتقع تحت رتبة وسطية الثغور ميسوستيجماتا، وتحتها تحت عائلات اللي هي الأبلسينا والفيتوسينا والتفلودرومينا. أكثر الأنواع موجودة في تحت عيلة أمبلسينا، ونبتدي نتعرف على العيلة. أول الأنواع الموصوفة منها كانوا نوعين سنة 1839 لغاية 2020 اللي احنا لسه مدعينها، ظهر أو تسجل حوالي 2798 نوع. المؤكد منهم تقسيميا 2500، ودول تقريبا يعني 90% من أفراد العيلة، وده رقم كويس بالنسبة لأنهم مؤكدين التعريف. 90% من العيلة تعريف صح. العيلة زي ما قلنا تحتها تحت عائلات يتبعهم 94 جنس. الموجود منهم في مصر 60 نوع، ده حسب آخر بحث تقسيمي لأختنا الدكتورة ريهانة بوشناف، هي اللي أكدت التعريف ونشرت فيه بيبر محترم ويعتبر أساس في تصنيف العيلة. استكمالا لجهود طبعا الرواد في العيلة دي في مصر، الدكتور البدري طبعا اللي ابتدى والله يرحمه، الدكتور ماهر البرلوسي وربنا يديله الصحة والعافية، أستاذنا الدكتور سيد. لما نيجي نشوف الشكل العام للأفراد، الوصف والتعريف بتاعها، الشكل العام بيضاوي شفاف. أغلب الأنواع بتاخد الصفات دي، إن جسمها شفاف، جسمها طوله بيتراوح ما بين 200 ل 500 ميكرومتر. الصورة اللي قدام حضراتكم بتبين ألوان مختلفة في العيلة، طبعا بتتدرج من الفاتح للغامق، لكن الصورة اللي في النص ديت هي أغلب الأفراد اللي حضراتكم ممكن تقابلوها في الغيط ساعة الفحص. أغلب الأفراد شكلها اللون، الصورة دي بتبين إن اللون بتاع الجسم بيختلف حسب لون الغذاء نفسه وكميته. الفرد لو متغذي كويس جسمه هيبقى مليان، لو التغذية ضعيفة أو قليلة جسمه هيبقى منكمش أو ضعيف. طيب عيلة فيتوسيدي زيها زي أي عيلة كاروسية، حجمها صغير، لازم يبقى معايا أدوات الفحص بيها. أغلب الأدوات وأنجحها هي العدسات في الغيط. العدسة اللي في النص دي بيسموها عدسة فحص نسيج، دي غالبا اللي بنستخدمها هنا. القوة التكبيرية بتاعتها لغاية 10 إكس، قوة تكبير 10 مرات بتبقى مناسبة جدا لأن أنا أشوف الفرق وأقدر ألاحظه. طيب هلاقيه فين؟ غالبا هلاقيه مكان الجزء اللي يعيش منه على النباتات، في أي مكان في النبات مرتبط بالتغذية. الصورة اللي فوق ديت بتبين الملاجئ اللي بيستخبى فيها أو بيستخدمها يعيش ويتأثر ويستخدم خصلات الشعر اللي موجودة على السطح الظهري للأوراق الوضع البيض والاختلاف. لو أنا عايز أجمع منه أفراد بكميات بستخدم أي شكل. بعد
بعد ما أخذ الأفراد المجموعة من هنا، طيب أفحصها، لو عايزها حية هبتدي أفصلها تحت الاستيريو ميكروسكوب وفي علب تربية أو أرينات حية أو خلافه، لو محتاجة أتعرف عليها تقسيميا هحملها على شرايح وأفحصها تحت الميكروسكوب. طب الصفات التقسيمية اللي هبتدي أعرف من العيلة ديت، طبعا أنا مش هخش في التقسيم لأن زي ما اتفقنا الجزء ده تغطى بالكامل وبالتفصيل من أخونا الدكتور زياد، لكن لو حد من زمايلنا حابب إن هو يتعرف على بعض الصفات، أنا لما أجي أقسم العيلة ديت هدور فيها على إيه؟ أهم حاجة بتهمني في السطح الظهري أبعاد الصفيحة الظهرية بتاعته، عدد الشعرات اللي موجودة عليها، توزيعها، أشكالها، الياقة التنفسية أو الصفيحة التنفسية بتاعته، هل هي ملتحمة بالسطح الظهري ولا مش ملتحمة؟ طب بتوصل لغاية فين من مكان التنفسي، بتوصل لحد فين بالظبط؟ ده طولها، ده صفة تقسيمية. الملاقط بتاعته، التسنين اللي عليها، صفة حافية تقسيمية. ادي السطح الظهري بتاع عيلة فيتوس دي، ما يختلفش كتير عن اي حاجة في الميزوستيجماتا، والشرط موزعة في سلاسل طولية وصفوف عرضية لها مواقع واسماء. لازما طبعا الدكتور زياد زي ما اتفقنا ان هو فصل فيها كتير قوي، اتكلم في اسامي الشعرات واسامي كمان الثغور اللي موجوده على السطح الظهري، دي برضو صفه تاسيسيه. لو جينا نتكلم عن السطح البطني وهو برضو جزء مهم، شكل الصفيحه الصدريه وعدد الشعرات اللي عليها، شكل وابعاد القابله المنويه ودي مهمه جدا وصفه تاسيسيه مهمه، شكل وابعاد الصفيحه البطن الشرجيه وعدد الشعرات وترتيبها عليها، ودي تطبيق للكلام ده. الحافه الخلفيه من الصفيحه الصدريه شكله استثنائي، الصفيحه البطن الشرجيه ابعادها بالطول والعرض وتوزيع الشعر عليها صفه تقسيميه، وده تطبيق لو حد من الزملاء حابب يشتغل هيقيس هذه الابعاد اللي هيقيسها طول وعرض في مختلف الصفات، ودي القابله المنويه ابعادها هي. الرجل الرابعه ودي نسيت اقولها، دي صفه تقسيميه، عدد الشعرات الكبيره اللي عليها سواء كانت الرجل الرابعه او بقيه الارجل، هل موجوده ولا لا وعددها واطوالها، برضو صفه تقسيميه. الشكل النهائي بعد ما النوع بيتعرف بيترسم كده، ادي شكل الصفيحه الظهريه، وغالبا بتبقى هي للانثى، الصفيحه الظهريه للانثى، وده الصفيحه البطنيه او السطح الظهري الأنثى، الصفيحة الصدرية والتناسلية والبطن الشرجية. التسنين اللي موجود هنا على الحواف بتاعت الملاقط زي ما اتفقنا صفة تقسيمية، شكل وأبعاد القابلة المنوية، الأرجل وعدد الشعرات اللي موجودة عليها، وادي الصفات ديت أو الصفتين دول خاصة بالذكور. شكل السبرماتودكتايل او الاصبع الابهامي اللي موجود على الحافه الثابته في المنقط، وده المسؤول عن نقل الحيوانات المنويه للقابله المنويه للانثى، وده شكل الصفيحه البطن الشرجيه اللي عند الذكر، بتبقى ملتحمه وكبيره وبرضه يعتبر صفه تقسيميه وبتترسم بشكل الشكل النهائي بتاع. طيب العيله ديت بتستهدف ايه او ايه اهميتها بالنسبه لنا؟ اهميتها انها بتستهدف افات مهمه من العناكب زي عيله الاقراصات الضاره من عيله التترانيكيدي، ده اللي ما شافهاش قبل كده، ده شكل الافراد ودي مظاهر الاصابه بتاعتها. الصور ديت من صور كنا شغالين فيها كانت بتتعامل بالمبيدات بشكل اسبوعي، وزي ما حضراتكم شايفين كده الغزل العنكبوتي اللي موجود على القمم الناميه بتاعت النباتات والتكتلات من العنكبوت، يبين مدى الخساره اللي بيحصل للنبات من العيله. ده شكل المفترس هو بيفترس الأكاروس الضار. طب بتستهدف حاجة تانية؟ أيوة، تستهدف أفراد من عيلة أريوفيدي اللي ما شافهاش قبل كده مع الدكتور أشرف. أدي شكل الأفراد نفسها ومظاهر الإصابة والتلف الحاصل في الأوراق من انتفاخات و تلف باين قوي في الورقة. طيب بتستهدف ايه تاني؟ بتستهدف الاقراصات الضاره من عيله الكارسينوم، ده شكل التلف اللي حاصل في الاوراق نتيجه الاصابه بالحالم دوت،
بيجي برضو في القمم النامية والأجزاء الحادة والطرية من النبات، في الأزهار، وفي الأزهار هنا زي الفراولة والثمار برضو والأوراق نفسها، واللي ما شافش الترسلون دي قبل كده آدي الشكل بتاع الأفراد. طيب هل بتفتب يعني بيقف استهدافها للأقرصات الضارة بس؟ لا، كمان في أفراد منها بتستهدف بعض المفصليات الأرجل اللي بتتناسب حجمها مع حجم أفراد العيلة زي الذبابة البيضاء. آدي شكل الإصابة بالذبابة البيضاء، ودي الذبابة البيضاء نفسها، ودي الأفراد وهي بتفترس أو تتغذى على أطوار منها. كذلك التريبس نفس الحال، دي أطوار التريبس المختلفة، ودي مظاهر الإصابة على الأوراق، وده شكل المفترسات وهي بتتغذى عليه. طيب الجزء الاقتصادي اللي يهمنا استخدام العيله ديت ممكن يعمل ايه؟ نعرف الاول الاصابه اللي بتسببها الافات، وده نموذج لبعض الافراد من عائلات مختلفه من الاقرصات الضاره ونسبه الخساره اللي بتسببها المحصول. لو جينا على سبيل المثال بالنسبه لعيله تترانيكا ممثله في الحلم تترانيكا سيورتيكا، فهو على القطن لو ما تكافحش ممكن يسبب خساره توصل ل 45% من المحصول. طيب نموذج ثاني لعيلة ترسونومدي في نوع نوستينو ترسونومدي السبنكي، ده بيجي في الرز وممكن يسبب خساره من 30 ل 60%. طيب بالنسبه للريوفيدي، الريوفيدي ممكن يسبب خساره فوق ال 20% زي ما هو موجود هنا في التوم وفي جزء الهند. طيب المظاهر البيولوجيه بتاعت العيله نفسها، دوره الحياه بتاعتها بيضاء يرقه، حوريه اولى، حوريه ثانيه، طور كامل ذكور واناث، بتاخد دوره الحياه متوسط ما بين 5 ل 10 ايام، والانثى بتضع خلالها من بيضه في اليوم لحد 4 بيضات، والتلقيح ضروري بوضع البيض. في اغلب الاحوال تضع الانثى ما بين 20 ل 50 بيضه خلال فتره حياتها. ده شكل دوره الحياه، ادي البيضه بتفقس تطلع اليرقه عندها 6 ارجل او 3 ازواج من الارجل، وادي الحوريه الاولى، الحوريه الثانيه، وبعد كده الذكور. طيب لو جينا نشوف اماكن التواجد بتاع الافراد والتغذيه بتاعتها، اغلب الافراد بتعيش على النبات 85% منها، وبعضها بيفضل التربه، وفي منها اللي بيعيش في مختلف بقى اجزاء النبات اللي بيبقى موجود على الاوراق والموجود على القلف واللي بيبقى موجود في اي مكان يسمح له بالاختباء وتواجد الفريسه. بتتغذى على ايه؟ زي ما سبق قلنا كل الانواع بتاع الاقرصات الضاره التابعه لعائلات العائلات الاقرصيه المختلفه زي العنكب الحمراء والتيترانيك دي، والعنكب الكاذبه زي التينوبالب دي، والحلم الاريوفيدي، والافات الحشريه زي الحشرات المصريه والذباب الابيض والكريبس، وكمان في منهم اللي بيتغذى على الندوه العسليه الناتجه عن اصابات بعض الحشرات وحبوب اللقاح الموجوده في مختلف الناس. طيب السلوك بتاعه بينجذب ازاي للفريسه؟ لان اغلب انواع الاقرص هي مختلفه عن الحشرات، ما لهاش عيون لكن لها مستقبلات كيماويه بتقدر تنجذب للكيماويات المفرزه من النباتات بفعل تواجد الفريسه اللي هي الكايبومونز، وبينتشر فيها ظاهره الافتراس الذاتي في حاله نقص التغذيه. والافتراس دوت يا اما الفرد بيفترس افراد من نفس العيله او افراد من صغاره هي نفسها. طيب بتتغذى ازاي؟ بتستخدم المناقض بتاعتها في تهتيك جسم الفريسه نفسها، وبعد كده باجزاء الفم بتاعتها بتسحب محتوى الجسم وتتغذى. طب بتنتشر ازاي؟ يا اما بانتشار ذاتي عن طريق الحركه، لو حصل في ان النباتات الأجزاء كانت متشابكة أو متلاصقة بتتنقل من نبات لنبات عن طريق المشي، أو لو ما كانش عن طريق تيارات الحمل الهوائية أفراده بتبقى خفيفة جدا وممكن مع الهواء مع أي جزء نباتي طاير تمشي معاه في أجسام
الافراد اللي موجودين في المكان تتعلق بجسمه من تتحرك. طيب السلوك الغذائي بتاعه ده مبني على بحث كان عمله العالم ماكمرتري سنة 2013، إن هو قسم السلوك الغذائي للأفراد بتاعته دي أربع مستويات. المستوى المتخصص ودوت بيتغذى على نوع واحد من التغذية بيفضلها ويتعايش معاها وما بياكلش غيرها، زي المجموعات اللي بترتبط بالعناكب الغازلة ومنها جنس فيتوسيول ده شديد التخصص على المجموعة دي، مجموعات تانية مرتبطة بالتايد دي وي الأريفتي. الكاتيجوري الثاني عباره عن انواع اختياريه، هي بتاكل العناكب الحمراء وبتعرف تتعامل معاها لكن برضه بتتنوع في تغذيتها مع حاجات. طيب الثالث او القسم الثالث عباره عن مفترسات عامه، ودي المدى الغذائي بتاعها واسع بتتغذى على حاجات كتيره قوي، وراحوا مقسمين جواها كمان مجموعات فرعيه مرتبطه ب تفضل مثلا. طب في حاجات مرتبطه منها بالنباتات وحيده الفلقه، حاجات مرتبطه بالنباتات السميديه تواجدها على النباتات دي. طب وفي انواع مرتبطه بالتربه، ودي احنا قلنا في جزء من العيله بيحب يعيش في التربه. طيب اخر جزء اللي هو متغذي عام برضه بس يفضل في تغذيته حبوب اللقاح عن الانواع الثانيه من التغذيه، ده مش معناه انه ما بياكلش غير، لا بالعكس ده بياكل غير، لكن في حاله وجودها هي افضل زي. ايه العامل اللي بتأثر على النمو في العيلة دي؟ المدى الحراري بتاعها اقل من كده النشاط بتاعه بيقل، واكتر من كده برضه ما بيستريحش يموت اغلب الافراد. المدى الرطوبي من 65 ل 80%، فترات الاضاءة 8 ل 16، 8 ل 16 اضاءة. التغذية اتكلمنا عنها بالتفصيل، وفرة التغذية نفسه عليه عامل قوي في النمو، هل بياكل ما بياكلش بيلاقي اكل ولا لا، التنوع الغذائي بتاعه وقلنا ان هو فيه متخصص وفيه عام وفيه متغذي على حبوب اللقاح، طب بياكل غذاء واحد ولا بيحب يكمل مع التغذيه دي تغذيه ثانيه بتوفر له قدره او بتكمل الوجبه الغذائيه بتاعته عشان يقدر يحط بيض، يعني في محتاج حاجة تانية تكميلية عشان يقدر يكمل دورة حياته، ولا بيكتفي بالغذاء ده بس. السلوك الغذائي هل هو متخصص ولا غير متخصص، ده هنحتاجه في الجزء اللي بعد. نشوف بقى طرق ومستويات التربية، هل أنا بعمل من سلالة عملية مجرد أن أنا بحتفظ بالأفراد بشكل جماعي زي صواني التربية اللي باينة قدامنا في الصورة، هنا بغذيه على الآفة بتاعته بالجزء النباتي بتاعها، هنا بغذيه على بدايل أحطها له في صينية التربية، الصينية دي مكوناتها بتبقى حسب الخامة المتوفرة، يا إما بتبقى معدن يا إما بحط في أرضية الصينية ديت سفنج فوق السفنج دوت. انا بتكلم على الطريقه اللي احنا بنستخدمها، والطرق دي كلها هذكرها دلوقتي وهذكر بعدين، دي حاجات عامه كل واحد بيجتهد فيها على قد ما يقدر واللي بيشغله ما فيش مشكله بالنسبه. قلنا الصينيه بتبقى الخامه بتاعتها مقفره، بنحط سفنج وفوقيها يا اما فرشه نباتيه عباره عن اوراق نباتيه بنحط عليها التغذية وبنحط عليها المفترسات وبنحاول نغيرها كل فترة كل ما تحتاج تغيير، يا إما بيبقى أسطح صناعية زي ورق مقوى أو حاجات زي اللي قدام حضراتكم كده في الشاشة عشان ما تستهلكش بسهولة، وبنحط معاها كمان غزل من القطن أو خلافه عشان يبقى مشابه للبيئة الطبيعية لتربية. طيب وده نماذج تانية من التربية، ده سطح صناعي هو ومحطوط طيات من البلاستيك وتحتها قطن عشان يبقى أقرب للمأوى الطبيعي بتاع الأفراد في الطبيعة تاكل وتحط بيض على الغزل. طيب في حالة التجارب الخلايا بتاعت التربية نفسها بتبقى اجتهاد من باحثين، أدي نماذج مختلفة لخلايا تربية تمام، ودي ديسكات نباتية متقطعة بغرض دراسة الصفات البيولوجية للأفراد.
وادي نماذج تانية سواء كانت مفتوحة أو مقفولة، كلها أشكال برضو في حالة التربية على ديسكات صغيرة أو ورق مقطوع. طيب الأفراد اللي بتتأثر بعدم وجود البيئة بتاعتها بتتلف بسرعة، ممكن نربيها على أجزاء نباتية متصلة بالتربة أو بالنبات نفسه، ودي بربيها بشكل جماعي عشان أحتفظ برضو للسلالة بغرض حسب الغرض من التجربة نفسه. تمام. نيجي بعد كده بقى بعد ما احتفظت بالسلالة، يعني أنا عرفت النوع تمام وابتديت احتفظ منه بافراد وابتديت اعمل عليه تجارب وعرفت عنه شويه صفات ومعلومات وعرفت بياكل ايه ويفضل ايه ودرجه الحراره المناسبه بالنسبه له، ابتدي اخش على عمليه الاكثار. التربيه الكميه اللي هي المسيرين بتاعته محتاجه معلومات اساسيه ليها قبل ما ابتدي، زي ما اتفقنا هو دوت قدراته ايه في التغذيه، بياكل قد ايه، بيفترس ايه، بيتكاثر إمكانياته الطبيعية في البحث، هل هو من الأنواع اللي بتحب تدور على الفرائس ولا هو بطيء في الحركة ما بيحبش يتحرك كتير، بيتوطن فين بالظبط وبيفضل إيه. وبعد كده أخش على أحط المعلومات دي كلها في شكل معادلة إن أربيه على أفضل غذاء له من خلال اختبارات التغذية، أنسب درجة حرارة له لمعدل التكاثر، أوفر له الرطوبة المناسبة له والمادة الحاملة سواء كانت أوعية أو كانت نباتات، وبيفضل أنهي نبات يتكاثر عليه ويزيد. ده خلاصة المعادلة دي هتطلع لي أعلى معدل تكاثر له بدون إجهاد له، لا هيجوع ولا يحصل له تزاحم. طيب التغذية بتاعته يا إما بتبقى أغذية طبيعية ودي بضطر إن أنا أنتجها، لو كان بيتغذى مثلا هناخد نماذج هنا زي العنكبوت الأحمر لازم نربيه بالعنكبوت الأحمر، وده متمثل في جنس الفيتوسيولس بربيه مخصوص وبنتجه كبيرة وأفراد. الأغذية البديلة بتشمل حبوب اللقاح أو الرحيق والنضر، كل الحاجات دي أغذية بدائل لو بالنسبة للأفراد غير المتخصص، ببتدي أستخدمها في حالة عدم وجود الأغذية المستقبلية. الأغذية الصناعية بتشمل حاجتين، يا إما أغذية حية يا إما أغذية تركيبية. الأغذية الحية ممكن أستعين ببيض بعض الحشرات زي حشرات المواد المخزونة وخلافه، أو أقرصات حتى المواد المخزونة بتنفع كأغذية للمفترسات. أو الأغذية التركيبية بحط مصادر بروتين وكربوهيدرات ومية وخلافه ومكملات لحد ما أوصل ليه إذا كان النوع ده بيقبل التغذية على أغذية صناعية. طيب النماذج بتاعت التربية عندي نموذجين، يا إما تربية رأسية يا إما تربية أفقية. في التربية الرأسية أنا بحاول أستفيد من وحدة المساحة، وده غالبا بيبقى تربية معملية، بحط وحدات التربية في أرفف فوق بعض بحيث إن أنا بستفيد من المتر المربع الرأسي، باخد المتر المربع الأفقي بحط فيه أكتر من مستوى تربية فبحصل منه على أفراد. الطريقة الثانية الطريقة الأفقية بيبقى عندي النموذج بتاعها برضه، هنا احنا بنربي الانواع اللي بتتغذى على العنكبوت الاحمر، بيبقى عندي صوب متعدده، كل صوبه فيها او كل صوبه بتمثل مرحله، الصوبه الاولانيه فيها نباتات، الصوبه الثانيه فيها نباتات وعليها عدوى، الصوبه الثالثه عليها العدوى ومعاها المفترس، وبكرر بقى الوحدات دي حسب العدد المستهدف ان اخده من التربيه. ادي نموذج للتربية المعملية الرأسية، دي الصورة اللي على اليمين الوحدات بتاعت التربية نفسها، ده عبارة عن كيج مقفول شوية عبوات بلاستيك وبركبهم مع بعض زي ما هيبان في الصورة اللي بعد كده، وده ورق نباتي عليه الإصابة نفسها، وادي شكل الوحدات بعد ما ركبتها بقت وحدة رأسية كده. كل وحدة من دولت بتطلع لي عدد معين، بحب أكتر أو أحصل على عدد، يعني مثلا لو فرضنا أن أنا عايز مليون فرد، الوحدة من دول بتطلع طلع لي 2000 3000 5000 20000 زي ما يكون الوحده بتطلع، هكرر الوحدات حسب العدد المستهدف. النوع ده من التربيه او الطريقه دي من التربيه مهلكه شويه في موضوع المجهود العضلي والعماله، لكن ممكن تناسب ناس وحسب الغرض من التربيه. انا باخد الافراد اعمل بيها ايه؟ هل هطبقها ولا هاخد اعمل لها اختبارات ثانيه؟ ايا ما
ده نماذج برضو من التربية المعملية الرأسية، أرفف هي موجود عليها طبق تربية، وبكرر زي ما اتفقنا الطبق دوت بيطلع لي عدد معين من الأفراد أنا عايز قد إيه، بروح مكتر عدد الأطباق حسب الرغبة أو المستهدف. النموذج دوت نموذج التربية الأفقية، إن أنا عندي صوب كبيرة هي أزرع فيها النباتات وبخلي فيها أعمار مختلفة أو متتابعة حسب الرغبة برضو، وبروح أعمل لها عدوى صناعي بالعنكبوت من خلال مزارع بيور نقية موجودة عندي في المعمل، وبتابعها أول ما توصل لمرحلة معينة بخش أدخل المفترس، وده تربية على عائل نباتي موجود في الطبيعة. هو بعد ما أوصل لمرحلة القطف، يعني الكثافة العددية للمفترس على النباتات وصل لمرحلة لو سبته بعد كده هيفقد، ببتدي أقطف المزرعة ديت أو وحدة التربية أو الخط اللي عليه الدور في القطف دوت، وابتدي اعبيه وانقله في عبوات مبرده عشان نشاط الافراد يقل شويه لحد ما اوصله لاماكن التطبيق. وكده هنخش على التطبيق. التطبيق هيتم ازاي؟ هيتم حسب المساحه، لو كانت المساحات اللي انا هشتغل فيها مساحات بسيطه مش محتاجه هطبق يدوي تمام، عن طريق يا إما الورق النباتي نفسه اللي هو قدمنا الصوبة، يا إما لو كان عندي إمكانية لفصل وتعبوية في عبوات فهعمل كده، أكياس معلقة بيها نشوفها ومحطات التوزيع. ده الشكل الأولاني بتاع التوزيع اليدوي. الجماعة في الحقولة هم تدربوا على القصة، كل واحد خد الكيس في إيده ونازل يحط ورقة ورقتين حسب المعدل الموصى بيه للمساحة نفسها تمام. ده نماذج للحاجات المفصولة اللي موجودة في عبوات لأحد الشركات، ودي محطات توزيع، ودي من تجربة احنا كنا شغالين فيها. الأفراد موجودة هي على سطح العلبة بعد ما حصل لها إضافة، حصل لها توزع، بقى تسيب المادة الحاملة وتبتدي تطلع على جسم العلبة نفسها وهتنتشر على النبات براحته. نيجي بقى للنماذج التانية اللي هي الحاجات العبوات اللي بتعملها في الشركات. ده طرق تانية من طرق الإطلاق أو توصيل المفترس للمنطقة المستهدف فيها. أدي الأكياس نفسها محطوطة في عبوة وتتساب وسط الزرع وتتفتح الأكياس وتتساب الأفراد يحصل لها تتمشى هي وتدور على القفة بتاعتها في وسط النبات. النماذج المختلفة ديت برضو من الديليفري سيستم عشان خاطر الأفراد توصل لأماكن التطبيق. ده مثلا الشريط دوت عبارة عن تجميع من الأكياس ديت في شكل شريط طويل يسهل في عملية إطلاقه في الصوب ووصوله للنباتات المستهدفة، آسف للنباتات والأفات المصاحبة. النموذج اللي فوق ده عبارة عن نباتات متعلقة بعلقات في الشجر نفسه، وهيحصل انتقال من الأفراد اللي موجودة على النباتات ديت للأشجار المصاحبة. القصة دي ممكن تبقى في شكل مزرعي عادي خالص زي أي عملية زراعية لإضافة المفترسات بشكل دوري عشان تقليل اضرار الافات. طيب في حاله المساحات الكبيره هعمل ايه؟ هضطر للتطبيق الميكانيكي عشان المساحات، بستخدم المتاح يا اما الات تطبيق المبيدات وبحور في اجزاء منها لتوصيل المفترس، يا اما بستخدم معدات خاصه هنشوفها كمان شويه، يا اما لو كانت المساحات كبيره قوي والنباتات متشابكه زي مثلا لو هطبق في محصول كبير قوي زي الذره مثلا في حاله الاصابه الكبيره ولا هستخدم المتاح قدامي من المعدات الزراعية. طيب ده الصورة دي نموذج عجبني أو حبيت ان انتم تشوفوه. ده محور في البضارة بتاعت الحبوب او السطارة بتاعت الحبوب، وبيتحط في الكونتينر بتاعها دوت المادة الحاملة اللي فيها المفترس، وده بيطبق في غيط فراولة تمام. دوت عبارة عن بلاور موجود جوه الصوبة بيحطه قدامه العبوة وبيفضيها، مجرد ان تيار الهواء بياخد الافراد بالماده الحامله ويروح موزعها على النباتات، لان طبعا الواضح النباتات دي فيها كثافات عاليه، طب العماله هتنزل هنا ازاي؟ فهم بيحاولوا يطوروا في اساليب توصيل للمفترس بدون
ضرر لنا. الصوره اللي فوق ديت عباره عن استخدام الطيران، ودي في حاله زي ما اتفقنا النباتات الكبيره والمتشابكه واللي صعب ان انا اطبق فيها الاساليب. طيب هل حاجه من دول تمت في مصر؟ طبعا بنتكلم عن النموذج المصري، احنا عندنا ابحاث كثيره قوي اتكلمت على تطبيق المفترسات بعد انتاجها في نباتات مختلفه وعلى افات مختلفه. الشغل الاغلب كان تم على العنكبوت الاحمر بمختلف المحاصيل او النظم الزراعيه اللي فيها، دي مثلا على البسله، على التفاح، على الفلفل الرومي، على الورد، وحديثا في ابحاث اتنشرت عن استخدام وتطبيق بعض الانواع من المفترسات الفيروسيه على الريوفيدي وعلى حشره التريبس في محاصيل مختلفه زي الفلفل والبصل. طيب مع وقت التوسع في تطبيق المكافحة الحيوي، اللي احنا بنتكلم هنا عن الفيتوسيدي، ايه اللي ممكن يقابلني في كمعوق لتطبيقه؟ ثقافة المستخدم ومدى تقبله الاستخدام، ان بعض الناس ما تعرفش يعني ايه مفترس وما شفتوش قبل كده ومش متخيلة ايه اللي موجود جوه عبوة من العبوات وهيطلع ياكل الافة ازاي وخلافه، وده محتاج جزء توعوي لنشر الثقافة. طيب عدم توفر اغلب عناصرها بشكل تجاري، طبعا احنا اتكلمنا عن التطبيق اللي حصل في مصر، طبق كذا نوع من المفترسات، لكن اللي كان على رأسهم المتوفر تجاريا هو الفيتوسيولس بريزيملس، النيوسيولس كاليفورنيكاس موجود بشكل أقل، الميكروبيلس موجود برضو، لكن بقية الأنواع التانية مش موجودة. طب المستهدف من الأفات التانية هعمل إيه لما يجي لي أفات تانية على نفس المحصول؟ جالي إصابات حشرية، جالت لي إصابات تانية، هعمل فيها إيه؟ عدم توفر الأعداء الحيوية بشكل تجاري لأغلب الأفات يخلي موضوع التوسع ده أو حتى استخدامها محدود أو مش متقبل من أغلب. طيب عدم التكامل، طبعا هو لما بستخدم المكافحة الحيوية ساعات بيحصل إن ما اتفقنا تيجي إصابات تانية، فيقوم المستهلك اللي هو المزارع نفسه أو المهندس الزراعي أو صاحب المزرعة يضطر يرش أو يستخدم المودات الكيماوية، بيروح مأثر على الشغل الحيوي اللي حصل في الغيط عنده فيبوظه. طب تضطر انت تعيد بقى تتصلح الكرة من أول وجديد ولا تعمل ايه؟ طيب الأعداء الحيوية عموما ومنهم الفيتوسيد مايتس ما بتعملش إبادة للأكل، وده مفهوم طبعا خطير عند المستهلك، أنا لسه شايف عندي إصابة، غير إن الجزء المصاب من النبات من عمره ما بيرجع تاني، أنا اتعرض لان النباتات المصابه في جزء منها تلف شكله بيبقى مش مظبوط زي الجديد والبيئه الحيويه ما بيرجعوش. طيب كمان بلاقي في نسبه اصابه وده مش موجود بالنسبه لوسائل المكافحه الثانيه اللي هي السهله الكيماويه لما بيطبق بشكل كبير، نعم بدا بنسبه 100%، لكن على الاقل بتعمل له تخطيط سريع. خش بعد كده على النقطه اللي بعد النقطه التاليه، استخدام الاداء الحيويه عند المستويات العاليه من الاصابه ده لعب يعني مستويات عاليه من الاصابه ويطبق مفترسات او يطبق طفيلي يعمل تخفيض لاعداد الافه بشكل مقبول بس بياخد وقت. طبعا في حاله المستويات العاليه من الاصابه محدش فرصه ان انت تشتغل، محدش هيستنى على اللي هو باي وسيله من وسائل المكافحه السريعه. طيب الاعداء الحيويه عموما من ضمنهم الفيتوسيدين بتتاثر بشده بالعوامل الحيويه العوامل الجويه، احنا اتفقنا ان هو له مدى حراري المدى الطويل. طيب تأثيرها بيختلف حتى كأعداء حيوية عموما من ضمنها الفيتوسيدي حسب الآفة المستهدفة واختلاف المحصول. طبعا ده عنصر نجاح كبير، اتفقنا ان الفيتوسيدي بيستوطن مدى واسع من النباتات، كل مجموعة او بتاع بتفضل انواع معينة من النباتات، لو حصل اختلاف استخدمت نوع من اللي بيفضل النباتات المفترشة القريبه من الارض مع اشجار عاليه هيفشل، والعكس مش هيحصل توفيق في اختياره للمكان.
طيب ازاي نتغلب على المعوقات اللي احنا قلناها ديت؟ ان احنا نزود من جرعه التثقيف بتاع المستهلك عن الاعداء الحيويه وطريقه شكلها، وهل ممكن تحقق لك ايه بالظبط؟ طيب اضمنها ازاي برامج المكافحه المتكامله؟ ان انا احاول اعمل اختبارات توافق ما بينها وما بين اخواتها من الاعداء الحيويه. طيب اطور من فكرها والزم الناس انها ما تشتغلش بطريقه واحده للمكافحه. طيب حدد المستهدف من الانتاج، هل هو صحة عامه؟ يعني هنا بطبق الاعداء الحيويه باي تكلفه عشان خاطر صحه المستهلك، ولا انا اللي بيحكمني فيها زبون معين او مستهلك معين بيقول لي لا ما ترشليش كذا واستخدم اقل متبقيات للمبيدات. ده توجه وده توجه، ده توجه قومي محتاج ان يبقى فيه جزء تنظيمي، قلل استخدام كذا وزود استخدام كذا. طيب نيجي التغلب يعني النقطة اللي بعد كده في التغلب على المعوقات، ان انا ما ينفعش ان العدو الحيوي يتساب في البيت لوحده كده، يعني عملت له اطلاق واسيب وامشي، لا، لان ده كائن حي معرض لاي حاجة موجودة في الغيط، ممكن الاقي موجود ومستقر، ممكن يموت، ممكن اعداده تزيد، ممكن اعداده تقل، لازم تابعه عشان الاماكن المحتاجه تدعيم بدعمها، الاماكن اللي تمام الاعداد اللي فيها وصلت لمرحله كويسه وسيطرت على الافه ده كده تمام زي الفل، ما تديلوش تاني عشان ما هدرش فيه الفلوس او الخامه نفسها بتاعه العدو الحيوي. لو اضطر ان هو يتدخل برامج بتاع مكافحه لازم انا اتابع اتاثر بيها ازاي ولا ما اثرتش عليه. التكلفه الاقتصاديه، سعر الوحده، الالف فرد بكام، متوفرين ولا مش متوفرين، المنتج نفسه أنا بنتج فين بالنسبة للأداء الحيوية وبطبقه فين، هل في مسافة كبيرة ما بين أماكن التطبيق دي وأماكن الإنتاج؟ طب لو حصل أن المسافة بعدت، فلوس الشحنة يبقى شكلها عامل إزاي، وهي مين هيتحمل، يعني هتتحمل على المنتج ولا الأسهل أن أنت في أماكن التطبيق؟ ده اتجاه وده اتجاه، وده له وجهة نظر وده له وجهة نظر، وكله يحترم. طيب نخش بقى في آخر جزء في المحاضرة عن التكلفة بتاع إطلاق المفترسات مقارنة بالمبيدات. في دراسات معمولة على الكلوي أن الفايدة يا إما أكثر من تكلفة تطبيق المبيدات، وده في الأعم الأغلب لأن مش منتشرة، فطبعا الكمية المنتجة بتكلف والمستهلك منها مش كتير بياخدوا، يعني في تكلفة عالية في إنتاج الأعداء الحيوية لأنها بتحتاج تخصص وخبرة. تمام؟ لما أجي أقارنها بالمبيدات اللي هي ما تساوي مع في المبيدات، ده يبقى ممتاز جدا، يبقى كده عند الشخص اللي بيطبقها اختيار إن أنا عندي الاثنين في نفس الكفة بالنسبة للتكلفة الاقتصادية، و صحتي فين، فبلجأ دايما للحاجة اللي عندها صحة، يعني اللي تدعم للصحة طالما التكلفة قريبة، وفي حالة برضو التوفر لأن وفرة الأعداء الحيوية مهم جدا. طب إمتى بقى أو كله بيسعى له إن تكلفة استخدامها تقل عن تطبيق المبيدات، وده هدف يا ريت نوصل له، واللي وصل له فيحترم جدا ويا ريت نعمم. ده نهاية المحاضرة، ما فيش عندي حاجة أكتر من كده، وشكر لحضرتكم حسن استماعكم، وتحت أمر حضرتكم في أي سبس. شكرا جدا دكتور أحمد. طبعا حضرتك الوقت يعني تمام 41 دقيقة، يعني ما حسيناش بصراحة بتسلسل الأفكار وسهولة الحديث، وربنا يجعله في ميزان حسناتك إن شاء الله. شكرا لكم يا جماعة، و إن شاء الله نتمنى تكون محاضرة مفيدة، وشكرا للدكتور أحمد وجزاه الله خير عنا، وإن شاء الله نلتقي في المحاضرة القادمة الأسبوع بعد القادم بإذن الله. ألو. لو في أي حاجة يا جماعة أخيرا نستودعكم الله، وإن شاء الله نراكم الأسبوع بعد القادم بإذن الله تعالى إن شاء الله.